السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر أحمد سامي من موقع English2Fun.com، والنهاردة إن شاء الله هنحل قطعة من كتاب My New Friend، مراجعة نهائية تالتة ثانوي 2020. هنحل القطعة الموجودة في الكتاب صفحة 266. هنقرأ القطعة مع بعض يا جماعة، كلمة كلمة، وهنترجمها كلمة كلمة وحرف حرف، مش هنسيب أي حاجة خالص، تمام؟ وهنوضح كل التركيبات الصعبة ونعرف القطعة بتتكلم عن إيه عشان نعرف نحل الأسئلة كويس. ويا ريت يا جماعة بعد ما نخلص حل القطعة، يا ريت حضراتكم تجيبوا ورقة وقلم وتحفظوا كل الكلمات الصعبة التي وردت في القطعة، عشان لو الكلمات دي جت تاني في أي جملة ترجمة أو في قطعة في امتحان آخر السنة نقدر نحلها إن شاء الله. نبدأ في قراءة القطعة مع بعض ونشوف بتتكلم عن إيه. Not so very long ago، يعني ليس منذ فترة طويلة، يعني من فترة قصيرة. ما هو لما أقول ليس منذ فترة طويلة يعني من فترة إيه؟ قصيرة، مش فترة طويلة قوي يعني. Less than، أقل من 150 years، يعني أقل من 150 سنة، يعني عايز يقول من 150 سنة. ملخص كل الجملة دي معناها ايه؟ من حوالي 150 سنة، يعني مش فترة طويلة قوي. بيقول all sewing، كل الخياطة، كلمة sewing يعني الخياطة، was done by hand، يعني كانت بتتعمل بالإيد. من 150 سنة الخياطة كانت بتتعمل بالإيد. And always by women، وكانت دائما الخياطة بتتم بواسطة سيدات، who were called seamstresses، الذين كان يطلق عليهم الخياطات. كلمة سيمسترسز يعني خياطات، جمع خياطة، يبقى الخياطة أو الترزية كان بيتقال عليها زمان إيه؟ سيمسترس. سيمسترس يعني خياطة، اللي هي كانت بتخيط الهدوم وبتصنع الهدوم، اللي هي بيقول عليها دلوقتي الترزي يعني، تمام؟ نلاحظ بس حاجة يا جماعة، في غلطة مطبعية صغننة كده في كتاب ماي فريند، هو مزود حرف أي قبل الإس. طبعا انا صلحتها عندي في الملف، فحضراتكم يا ريت في الكتاب تصححوا الغلطه دي. هنشيل حرف الاي اللي محطوط قبل حرف الاس، يعني هتتكتب زي ما قدام حضراتكم على الشاشه كده خلاص. كلمه سيمسترس ما فيهاش حرف اي، كلمه سيمسترس ما فيهاش حرف اي. يبقى يعني ايه سيمسترس؟ سيمسترس يعني خياطه او ترزيه. نكمل القطعة، بيقول today، النهاردة، there are few، يوجد القليل، well to do، كلمة well to do يعني غني أو ثري، بتساوي كلمة wealthy وبتساوي كلمة rich. well to do families يعني عائلات غنية. بيقول يوجد القليل من العائلات الغنية that don't own a sewing machine، يعني لا يمتلكون ماكينة خياطة. بيقول هناك القليل من العائلات الغنية الذين لا يمتلكون اللي هي ماكينة الخياطة. sewing machine يعني ماكينة الخياطة. بيقول this machine، هذه الآلة، has made the stitching of clothes، يعني هذه الآلة جعلت عمل غرزة للملابس. كلمة stitch يعني غرزة، بيعمل غرزة في الملابس عشان يخيطها وكده، يبقى كلمة ستيتش يعني غرزة. ونلاحظ إن الملابس بتتنطق كلوز يا جماعة، كلوز مش كلوذس، يعني محدش يقول لي كلوذس. طيب بيقول هذه الآلة جعلت من عمل الغرز للملابس much easier and quicker، يعني أسرع وأسهل بكثير، than was possible، أكثر مما كان محتملا، by hand sewing، بواسطة الخياطة باليد، يعني خلت الخياطة أسهل بكتير. يعني الخياطة لما كانت زمان بالإيد ما كانتش سهلة، دلوقتي بقت سهلة بفضل إيه؟ بفضل تواجد ماكينة الخياطة. يعني إذا ماكينة الخياطة دي اختراع حلو. طيب بيقول in former times، يعني في الأوقات السابقة، كلمة former يعني السابق. When a woman had to make clothes، لما الست كانت مضطرة تصنع الملابس، without the aid، بدون مساعدة، كلمة aid يعني مساعدة، without the aid of a sewing machine، بدون مساعدة ماكينة الخياطة.
It very often happened. كان بيحصل كتير that the long hours أن الساعات الطويلة she sat stitching with the needle الساعات الطويلة التي كانت تجلسها وهي بتعمل غرز بالإبرة كلمة needle يعني إبرة impaired her eyesight ده كان بيشوه أو بيدمر حاسة البصر يعني الواحد لما يقعد كده على الإبرة شغل الإبرة كتير ده ممكن يأثر على البصر كلمة impair يعني يشوه impair يعني يشوه وبتيجي بمعنى يضر به وبتيجي بمعنى يؤذي ماشي كده وبتيجي بمعنى يدمر بس هي معناها الأصلي يشوه خلاص كده يعني بيقول إن الستات زمان لما كانوا بيقعدوا يخيطوا بإيديهم وبالإبرة ده كان بيسبب لهم ضعف في البصر عشان كانوا بيقعدوا ساعات طويلة يعملوا كده لكن ماكينة الخياطة سهلت الايه الموضوع دوت وما عادش فيه الكلام دوت طيب بيقول ايه بقى there is no fear لا يوجد خوف of this happening today مفيش خوف ان الكلام ده يحصل اليومين دول because by means of the sewing machine لانه باستخدام ماكينة الخياطة it's possible يعني من المحتمل to turn out work انك تخرج الشغل بتاعك many times faster تخرج الشغل بتاعك اسرع بكثير than by hand اسرع بكتير من الخياطة باليد by hand labor alone باستخدام العمل الشاق باليد وحدها كلمة labor يعني العمل الشاق كلمة labor معناها العمل الشاق ونلاحظ يا جماعة ان كلمة labor كمان ممكن تيجي بمعنى آلام الولادة ونلاحظ حاجة كمان يا جماعة ان كلمة labor دي لو بقت L capitalized يعني خليت ال L دي capital في الأول وزودت بعدها كلمة day وقلت labor day يعني عيد العمال خلاص كده بيقول as a result of this وكنتيجة لذلك clothes can be made or purchased الهدوم ممكن تتصنع وممكن تشترى كلمة purchase يعني يشتري كلمة purchase يعني يشتري وعلى فكرة هي بتتنطق purchase مش بريتشيز زي بعض الناس ما بتقول ها نطقها بريتشيز حرف الاس بيتنطق اس وحرف الاي ما بنطولش فيه يا جماعة كلمة بريتشيز يعني يشتري بيقول الهدوم ممكن تصنع وممكن تشترى much cheaper يعني ارخص بكثير than before من السابق ليه بقى لان زمان كان الناس اللي بيشتغلوا في الخياطة كانوا بيقعدوا فترة طويلة جدا في الخياطة عشان كانوا بيشتغلوا بايديهم فكانت النتيجة ان السعر الملابس كان غالي جدا طيب دلوقتي سعر الملابس بقى منخفض شوية طبعا بالنسبة للمقاييس العالمية مش بتكلم عن مصر يعني تمام بالنسبة للمقاييس العالمية سعر الهدوم قل كتير بسبب ايه بسبب ماكينات الخياطة لان ماكينات الخياطة سهلت الموضوع فبقت الحاجة ايه ارخص ماشي طيب And this is of course a great advantage to the poor ودي بتكون ميزة كبيرة جدا للناس الفقراء طبعا the poor يعني الفقراء لما زود ذا قبل الصفة بيجيب الجمع يعني اما اقول the rich الاغنياء لما اقول the poor الفقراء اما اقول the injured المصابين يبقى دايما لما بزود ذا قبل الصفة ده بيجيب الجمع يا جماعة خلاص يبقى بيقول بسبب تواجد ماكينات الخياطة صنع الملابس بقى أسهل وشراء الملابس بقى أرخص ودي بقت ميزة للفقراء تمام؟ نشوف كده الجملة اللي بعدها بيقول There are different kinds of sewing machines يعني هناك أنواع مختلفة من ماكينات الخياطة Those work by hand في ماكينات خياطة بتشتغل بالإيد And those work by foot والماكينات اللي بتشتغل بالرجل which are called treadle machines التي يطلق عليها آلات الدواسة كلمة treadle يعني دواسة كلمة treadle يعني دواسة in large establishments أما في المؤسسات الكبيرة كلمة establishments يعني مؤسسات احنا دارسين في المنهج بتاعنا ان كلمة establish يعني يؤسس او ينشئ او يحقق لشخص مكانة مرموقة كلمة establish يعني ينشئ أو يؤسس أو يحقق لشخص مكانة مرموقة فلما أقول establishments يعني مؤسسات
في المؤسسات الكبيرة where hundreds of machines are employed، حيث يتم توظيف مئات من الآلات in sewing clothes، في خياطة الملابس. They are driven by electric power، يتم يعني استخدامها أو يتم تشغيلها بواسطة الطاقة الكهربية. يبقى ناخد بالنا يا جماعة كده إن في ثلاث أنواع من ماكينات الخياطة، في نوع بيشتغل بالإيد، وفي نوع بيشتغل بالرجل، وفي نوع بيشتغل بالكهرباء، والنوع اللي بيشتغل بالكهرباء ده بيكون موجود في المؤسسات الكبيرة. طبعا يا جماعة أنا بركز في التفاصيل الصغيرة ديت عشان هو هيسألني عليها بعد كده، يعني هو هيجي يسألني يقول لي مثلا إيه هي أنواع ماكينات الخياطة، فأنا عشان كده يا جماعة بحاول ألخص لكم الموضوع بتاع القطعة عشان نقدر نحل الأسئلة إن شاء الله. نكمل مع بعض. A sewing machine يعني ماكينة الخياطة is so indispensable يعني لا غنى عنها. كلمة indispensable يعني لا غنى عنه، indispensable يعني لا غنى عنه. بيقول ماكينة الخياطة لا غنى عنها to a large family nowadays، لأي عائلة كبيرة هذه الأيام. That بدرجة one cannot help wondering، بدرجة أن المرء، كلمة one يعني المرء، ناقشناها في حصة الترجمة السابقة، حصة الترجمة السابقة ناقشنا أن كلمة one ممكن تيجي بمعنى المرء، بدرجة أن المرء cannot help wondering، بدرجة أن المرء لا يستطيع أن يمنع نفسه من أن يتساءل. نلاحظ يا جماعة أن كلمة help هنا جاب معنى يمنع. طب واحد يقول لي طب يا مستر هي مش كلمة help معناها يساعد؟ هي معناها يساعد لو جه وراها تو المصدر، اما لو جه وراها فيرب زد اي ان جي بتبقى معناها يمنع. ناخد بالنا يا جماعة ان كلمة help بتيجي احيانا بمعنى يمنع لو جه وراها فيرب زد اي ان جي زي wondering كده، بدرجة ان المرء لا يستطيع ان يمنع نفسه من التساؤل. How people in former times، بدرجة أن المرء لا يستطيع أن يمنع نفسه من التساؤل كيف الناس في الأوقات السابقة، قلنا former times يعني أوقات سابقة عشان كلمة former معناها السابق، could have done without it، بدرجة أن المرء لا يستطيع أن يمنع نفسه من التساؤل إزاي الناس في الأوقات القديمة كانت بتستغنى عن الإيه ماكينة الخياطة. يعني ماكينة الخياطة مفيدة جدا ومريحة جدا بدرجة ان الواحد مش قادر يمنع نفسه من التساؤل ليه الناس زمان ما كانش بتستخدمها، يعني ازاي الناس كانوا بيستغنوا عنها زمان، كانوا شغالين ازاي زمان من غيرها يعني. فدي حاجة مفيدة جدا يعني، خلاص هو عايز يقول كده. طيب نخش على الباراجراف الاخير اللي في القطعة. بيقول تكنولوجي، التكنولوجيا is affecting، بتأثر، and will always affect، وسوف دائما تؤثر. The development of sewing machines، على تطوير ماكينات الخياطة. There is some kind of change، هناك نوع من التغيير. In both industrial and domestic machines، يعني في كل من الآلات الصناعية والعائلية. يبقى كلمة industrial يعني صناعي، وكلمة domestic يعني عائلي. ماكينات الخياطة بتستخدم يا إما في البيوت في العائلات، يا إما في الصناعة في المصانع الكبيرة بتاعت الملابس. تمام؟ يبقى في تطوير بيحصل على المستوى الصناعي والمستوى يعني العائلي. يبقى كلمة industrial يعني صناعي، وكلمة domestic يعني عائلي. خلاص؟ ونلاحظ ان كلمة domestic احيانا بتيجي بمعنى محلي. خلاص؟ طيب computer technology يعني تكنولوجيا الحاسب الآلي is the driving force، هي القوة الدافعة for change، هي القوة الدافعة من أجل التغيير. In the industrial setting، في بالنسبة لوضع الصناعة، كلمة setting يعني وضع، وخدناها في القصة بمعنى مكان أو زمان. لما أقول إيه setting بتاع القصة يعني القصة أحداثها بتدور فين وإمتى، كلمة setting يعني المكان أو الزمان، ده بالنسبة للقصة. لكن هي معناها هنا في القطعة الوضع، معناها هنا في القطعة إيه؟ الوضع الصناعي، ماشي؟ industrial setting يعني الوضع الصناعي، هي في القطعة هنا جايب معنى وضع. وفي الموبايلات بيبقى معناها الإعدادات، كلمة settings يعني الإعدادات بتاعت الموبايل أو الضبط بتاع الموبايل إزاي أظبطه يعني. ماشي نكمل.
بيقول في الوضع الصناعي this change has three goals، يعني التغيير والتطوير له ثلاثة أهداف. يبقى احنا طورنا ماكينات الخياطة في الصناعة عشان ثلاث أهداف. أول هدف to speed up operation، يعني لتسريع العملية of the sewing machines، عملية الخياطة بتاعت آلات الخياطة يعني وكده. To make the operator's job easier، الهدف الثاني انك تجعل وظيفة او مهمة المشغل للآلة easier، يعني easier اسهل، وكلمة operator يعني المشغل للآلة، الشخص اللي بيستخدم الآلة، يعني الشخص اللي بيستخدم الآلة operator يعني المشغل. As materials، لان المواد الخام move through، لان المواد الخام تتحرك من خلال their station، من خلال مسارها. كلمة station هنا يعني مسار، مش معناها هنا محطة. more quickly، اسرع بكثير. يبقى كده دول اول هدفين، الهدف الاول تسريع العملية، الهدف الثاني انك تجعل مهمة المشغل للآلة اسهل. طيب الهدف الثالث بقى and to make the assembly، وان تجعل تجميع assembly يعني تجميع of small parts، تجميع الاجزاء الصغيرة of a garment للزي، كلمة garment يعني الزي easier اسهل. with the design of more specialized sewing machines، بانك تصمم آلات خياطة متخصصة اكتر. ماشي كده يا جماعة؟ يبقى اذا نحفظ كلمة garment يعني زي، ونحفظ كلمة assembly يعني تجميع. يبقى ايه هي التلات اهداف لتطوير ماكينات الخياطة في الصناعة؟ اول هدف انك تسرع العملية، تاني هدف انك تخلي عملية التشغيل اسهل، رقم ثلاثة انك تخلي تجميع الزي او تجميع الاجزاء الصغيرة للزي اسهل. ماشي؟ طيب بيقول in the industrial setting، في الوضع الصناعي where the pressure toward innovation is highest، يعني حيث الضغط ناحية الابداع في اعلى مستوى له. طبعا كلمة pressure يعني ضغط، وبس ممكن نقول هنا هي ترجمتها هنا الميل نحو، the pressure toward، الميل نحو. نلاحظ برضو ان كلمة pressure بتيجي بمعنى الضغط، بس هي معناها هنا الميل او الاتجاه، الاتجاه نحو الابداع. innovation يعني الابداع. is highest، بيقول بيبقى فيه توجه ناحية الابداع في الصناعة. يعني machines are likely، بيكون الالات من المحتمل، كلمة likely يعني من المحتمل، وعكسها unlikely يعني غير محتمل. بيكون الالات من المحتمل to move toward، ان الالات تتحرك نحو higher levels، الى مستويات اعلى of automation، للتشغيل الالي. يبقى عشان نخلي الوضع الصناعي افضل، فاحنا بنحتاج نميل نحو الابداع. نحتاج ان احنا نميل نحو الايه؟ الابداع. قلنا كلمة innovation يعني الابداع، عشان تخلي المجال الصناعي بتاع ماكينات الخياطة افضل لازم تتجه ناحية الابداع. ماشي؟ وكمان من المحتمل انك بتخلي الالات دي بتشتغل لوحدها كده، تشغيل آلي مش تشغيل يدوي، عشان التشغيل اليدوي هيكون ايه؟ متعب ومكلف اكتر. خلاص كده؟ كلمة automation يعني التشغيل الآلي. خلاص كده يا جماعة؟ طبعا احنا كده عرفنا ان القطعة بتتكلم عن ماكينات الخياطة، وبتتكلم عن قد ايه ان الماكينات دي اثرت في حياتنا وخلت سعر الملابس يقل. طبعا انا بتكلم على مستوى العالم، مش بتكلم عن مصر يا جماعة. خلاص؟ نشوف بقى الاسئله بتاعت القطعه واحده واحده كده ونحلها مع بعض. السؤال الاول بيقول how are sewing machines in large establishments run، يعني كيف تعمل ماكينات الخياطه في المؤسسات الكبيره. by hand، بواسطه اليد. by oil، بواسطه البترول. by leg، بواسطه الرجل. by electricity، بواسطه الكهرباء. اكيد طبعا بواسطة الكهرباء زي ما ناقشنا في القطعة مع بعض. السؤال الثاني بيقول sewing machines are، يعني ماكينات الخياطة تكون labor and time savers، يعني موفرات للوقت والمجهود الشاق. احنا قلنا كلمة labor يعني العمل الشاق، ماشي كده؟ موفرة للوقت والعمل الشاق، طبعا دي الإجابة الصح. طيب
labor and time wasters، يعني مهدرة للوقت ويعني الشغل الصعب. طبعا ايه غلط، هي مش مهدرة، هي كلمة wasters يعني مهدرة، غلط. طيب labor savers but time wasters، يعني بتوفر في العمل الشاق ولكن يعني ايه بتضيع الوقت، برضو غلط. طيب labor and workers service، يعني خدمة للعمال والايه خدمة للعمال والعمل الشاق، برضو غلط. يعني مفيش ولا اجابة تنفع غير اول اختيار اللي هو ايه labor and time savers، يعني موفرة للايه للوقت والمجهود الشاق. السؤال الثالث بيقول an advantage of sewing machines، يعني من مميزات ماكينات الخياطة is that، هي ان ready made clothes، الملابس الجاهزة، كلمة ready made clothes يعني الملابس الجاهزة، have become، اصبحت، ها ميزة ماكينات الخياطة ان الملابس الجاهزة اصبحت ايه؟ احنا قلنا يا جماعة في القطعة واحنا بنقرأ قلنا ماكينات الخياطة بتخلي الاسعار تنخفض، ده الكلام اللي احنا قرأناه في القطعة. طيب تعال نشوف بقى الاختيارات بيقول ايه؟ expensive، غالية، لا طبعا غلط. much more expensive يعني اغلى بكثير، برضو غلط. within the reach of the poor يعني في متناول الفقراء، ما احنا قلنا الاسعار بترخص بسبب ماكينات الخياطة، يبقى ايه كده الملابس الجاهزة اصبحت في متناول الفقراء، يبقى الاجابة صح، ها يبقى الاجابة C within the reach of the poor، خلاص. طيب expensive but available يعني الملابس بتكون غالية ولكن متاحة، الكلام ده طبعا ما اتذكرش في القطعة. احنا بنجاوب الاسئلة اللي هي بتكون اسئلة factual بنجاوبها من خلال القطعة، اما اسئلة التفكير النقدي ممكن نشغل دماغنا ونقول رأينا الشخصي، لكن في الاسئلة الفاكتشوال اللي هي بتكون اسئلة بتعتمد على الحقائق التي تم ذكرها في القطعة، يعني النوع ده من الاسئلة لازم اجاوب طبقا للقطعة. طيب السؤال اللي بعده بيقول who is a seamstress، يعني من هي الخياطة، وقلنا يا جماعة نحذف حرف الاي اللي قبل حرف الاس، يعني انا صلحتها عندي في الملف يا ريت تصلحوها عندكم في الكتاب، مفيش حرف اي قبل الاس زي ما قلنا واحنا بنقرأ القطعة. Who is a seamstress؟ من هي الخياطة؟ طيب الاختيارات عندي a woman who did sewing by hand، يعني الست اللي بتعمل الخياطة بايديها، طبعا هي دي الاجابة الصح، طبعا هي دي الاجابة الصح. A head of a girl's school، يعني مديرة مدرسة بنات، غلط. A woman inventor of a machine، يعني مخترعة سيدة لايه لاحد الالات، غلط. A developer of a sewing machine، مطورة ماكينة الخياطة، برضو غلط. شوف الجملة رقم 5 او السؤال الخامس بيقول the underlined word this، يعني كلمة this اللي تحتها خط، كلمة underlined يعني تحتها خط، الكلمة اللي تحتها خط اللي هي كلمة this refers to، تشير الى او تعود على، refers to يعني تشير الى او تعود على مين، ها كلمة this بتعود على ايه او بتعود على مين؟ تعالوا كده نقرا ونشوف مع بعض، نطلع كده للقطعه يا جماعه ونبص، الكلمه اللي تحتها خط اهي يا جماعه، اهي كلمه this اهي تحتها خط اهي، عايزين بقى نعرف هي عايده على ايه. بيقول there is no fear of this happening today، ما احناش خايفين ان ده يحصل اليومين دول، ما احناش خايفين ان ده يحصل اليومين دول، كلمه this يعني هذا، يعني مفيش خوف ان ده يحصل، مفيش خوف ان هذا يحدث. طيب اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ان الخياطة يعني يحصل لها تشوه في البصر او افساد لحاسة البصر عندها بسبب القعدة كتير على الابرة، تمام؟ ده اللي احنا قرأناه في القطعة وفهمناه من خلال القطعة. طيب تعالوا بقى نشوف الاختيارات كده مع بعض، تعالوا نشوف الاختيارات كده مع بعض، ها نبص كده على الاختيارات، ها اول اختيار عندي the development of sewing يعني تطوير الخياطة، the weakness of eyesight ضعف البصر، هي دي الإجابة الصح، doing too little work يعني عمل شغل قليل، the stitching of clothes عمل غرزة للملابس، برضو غلط، تمام؟ الإجابة الصح هي بقى the weakness of eyesight يعني ضعف البصر. السؤال السادس بيقول what does the underlined word
indispensable mean؟ يعني الكلمة اللي تحتها خط اللي هي indispensable معناها ايه؟ ها؟ هي طبعا احنا قلنا واحنا بنشرح القطعة ان كلمة indispensable يعني لا غنى عنه، لا غنى عنه. indispensable يعني لا غنى عنه. طيب نشوف الاختيارات. unnecessary غير ضروري، غلط. virtual واقعي او ظاهري، هي كلمة virtual يعني واقعي او ظاهري، بتيجي بالمعنيين، برضو غلط. essential اساسي او مهم، هي دي الاجابة الصح. ما هو لا غنى عنه يعني ايه؟ لا غنى عنه يعني اساسي او مهم. factual مبني على الحقائق، غلط برضو. يبقى الاجابة الصح ايه؟ essential. نخش بقى على اسئلة التفكير النقدي. السؤال السابع بيقول what's the advantage of a sewing machine؟ ما هي ميزة ماكينة الخياطة؟ طبعا الإجابة هتكون كالتالي. الإجابة هتكون it has made the stitching of clothes، يعني لقد جعلت عمل غرزة للملابس much easier، أسهل بكثير، and quicker وأسرع than was possible، أكثر مما كان محتملا by hand sewing، بواسطة الخياطة باليد. طبعا احنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل وانا بقرأ القطعة، فمش هطول على حضراتكم. نخش على السؤال اللي بعده على طول. السؤال بيقول، السؤال رقم 8 بيقول for which purposes، يعني لأي أغراض، لأي أغراض are sewing machines developed، لأي أغراض تم تطوير لأي أغراض تم تطوير ماكينات الخياطة in industry في الصناعة. ايه الأغراض بتاع تطوير ماكينات الخياطة في الصناعة؟ برضو ركزت عليها قوي وانا بشرح القطعة، انا ركزت عليها جدا وانا بشرح القطعة. بس عموما هنقول الاجابة مع بعض. اجابة السؤال الثامن قدام حضراتكم على الشاشة هيت. طبعا انا وانا بقرأ القطعة ترجمت الفقرة دي كويس، واللي عايز يرجع لترجمة الفقرة يرجع. بس انا هقرأها لكم كمان مرة بسرعة عشان ما نضيعش وقت حضراتكم. اللي عايز الترجمة يرجع لأثناء قراءتي للقطعة، كنت بترجم كل كلمة. الإجابة بتاعت السؤال الثامن هي يا جماعة الثلاث أغراض، الثلاث أغراض بتوع تطوير ماكينات الخياطة في الصناعة: to speed up operation of the sewing machines, to make the operator's job easier as materials move through their station more quickly, and to make the assembly of small parts of a garment easier with the design of more specialized sewing machines. نشوف السؤال التاسع. السؤال التاسع بيقول in which setting، يعني في اي الاوضاع are sewing machines more developed، بتكون ماكينات الخياطة اكثر تطورا، the domestic على النطاق العائلي or the industrial ولا على النطاق الصناعي، why ولماذا؟ طبعا في النطاق الصناعي يا جماعة زي ما القطعة قالت. ماشي، تعالوا نشوف الاجابة كده مع بعض. اجابة السؤال التاسع قدام حضراتكم على الشاشة اهي in the industrial setting، في الوضع الصناعي أو في النطاق الصناعي، because the pressure، لأن الاتجاه أو الميل أو الضغط نحو towards innovation، نحو الإبداع، is highest، بيكون في أعلى مستوياته. تمام، طبعا أنا ترجمت كل كلمة وأنا بقرأ القطعة وفصصت لكم كل حاجة ووضحت لكم يعني إيه الكلام دوت وأنا بقرأ القطعة، فمش هنطول على حضراتكم ونخش على السؤال العاشر. السؤال العاشر بيقول what types of sewing machines، يعني ما الانواع من ماكينات الخياطة are mentioned in the passage، اللي اتذكرت في القطعة. كلمة mentioned يعني مذكورة في القطعة، كلمة mentioned يعني مذكور. انواع ماكينات الخياطة التي ذكرت في القطعة، الاجابة هتبقى those working by hand، يعني ماكينات الخياطة التي تعمل باليد. those working by foot، وتلك التي تعمل بالقدم. and those working by electricity، وتلك التي تعمل بالكهرباء. يبقى ثلاث انواع، اللي بتشتغل باليد، واللي بتشتغل بالرجل، واللي بتشتغل بالايه؟ بالكهرباء. وبكده بفضل الله نكون حلينا مع بعض القطعه الجميله دي. كانت قطعه دسمه وفيها كلمات كتير، ويا ريت يا جماعه ما نضيعش هذا المجهود باننا نخش على القطعه اللي بعدها وخلاص. لا يا جماعه مش هينفع، ما ينفعش تدخل على القطعه اللي بعدها غير لما تحفظ كل كلمات القطعه اللي انت ذكرتها دلوقتي عشان يبقى المذاكرة ليها فايدة. لعل وعسى كلمة من الكلمات دي تيجي في الامتحان، فمش عايزين نضيع جهودنا يا جماعة. حالا توا
هات ورقة وقلم واقعد احفظ كل كلمات القطعة عشان تبقى الحصة بتاعت النهاردة حصة مفيدة. ارجو من كل اللي عجبهم الفيديو يضغطوا لايك، وارجو تشتركوا في القناة بتاعتي على اليوتيوب عشان توصلكم الحصريات الجديدة، وياريت تفعلوا الجرس لو امكن عشان تضمنوا ان كل التنبيهات توصل. وارجو من حضراتكم زيارة موقع الرسمي english2fun.com، وياريت تزوروا موقع الجديد mrahmadsami.com. كان معاكم مستر احمد سامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.